أشخاص قادوا شركاتهم نحو الفشل. هذه قائمة بأبرز أولئك الأشخاص. أولاً، رئيس شركة أوبر ترافيس كلانيك أسس الشركة عام 2009، ورغم نجاح الشركة إلا أنها أثبتت مع الزمن مدى إدارة الرجل الفوضوية. ثانياً، جون شناتر مدير شركة بابا جونز للبيتزا أسسها عام 1971 وحقق نجاحاً هائلاً. تصريحاته ضد اتحاد كرة القدم الأمريكي الراعي الرسمي لشركته قادت الشركة لخسائر كبيرة دفعته للاستقالة وفسخ الشراكة مع الاتحاد. ثالثاً، نوكيا ستيفن ألوب تولى إدارتها عام 2010، ورغم ضعف الشركة أثناء توليه إلا أنه في كل يوم قضاه في رئاستها كانت الشركة تخسر 23 مليون دولار من قيمتها السوقية، ليوصف بأنه أسوأ الرؤساء التنفيذيين في التاريخ.